السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم يا شباب؟ إن شاء الله يا رب تكونوا بخير. جينا اليوم على قرية عبود عشان نصور هذا المنزل الجميل الذي يمتلكه الدكتور من القدس، أحد الأطباء في القدس الشريف. أخونا الدكتور اشترى هذه الأراضي التي ترونها، وهذا الجبل الجميل الذي ترونه أمامكم. انظروا إلى هذه المناظر الخلابة في فلسطين في قرية عبود. انظروا إلى هذه المناظر، أشهد الله، يعني أنا ما شفت يعني أجمل من هذه القرية، قرية عبود الواقعة في غرب شمال مدينة رام الله، بالقرب من قرية بيت ليما اللي صورنا فيها سابقا الكوخ الجميل الذي تشهدونه وتعرفونه جميعكم. انظروا إلى هذا المنزل الجميل، فعلا الهندسة كانت فيه هندسة رائعة، كربيد، انظروا إلى هذا الكربيد الجميل جدا، وهذه المداخل لهذا المنزل الجميل. احنا بنصور من فوق منزل ثاني لكي نريكم. هذا المنزل الجميل الكوخ، بخليكم شوي مع هذه المناظر الجميلة من فوق. يعني عن جد منزل أحلام، أنا بسميه منزل أحلام لأنه بالفعل منزل، والفرد جاء على جبل لوحده، في جنبه مصنع بطون وفي مزارع هون للدجاج، وهذا هو الشارع الرئيسي لقرية عبود. هذا كله حوالين هذا المنزل، منزل دكتور من القدس الشريف، ولسه ما زال بعبر فيه، وزارة فيه كثير من أنواع الأشجار مثل الصارو كما ترون والزيتون، هذه أشجار الزيتون المقدسة في فلسطين. هذه قرية عبود تقريبا يعني تلف هذا المنزل الذي سكنه هذا الدكتور، بالفعل انه منزل يعني جميل جدا، ويبني جنبه ايضا بيت اخر له ولأهله ولعائلته. طيب احنا خليكم معنا كمان شوي، بنرجع لكم كي نصور المنزل من الداخل. عدنا اليكم في هذا المونتاج عن هذا القصر الذي نصور به الآن. ما شاء الله الأشجار، أشجار الليمون، يعني هذا الدكتور في عنده ناس حتى بيشتغلوا في المنزل بتاعه أو حوالين المنزل بتاعه. روعة الأشجار التي يزرعها، انظروا إلى روعة هذه الأشجار التي يزرعها، الزيتون والليمون والورود، وهذا هو المنزل الذي نتحدث عنه. بالفعل انه يعني عن جد منزل راقي جدا، ويستحق ان يسكن به مثل هذا الدكتور الغني. الله يغنينا برحمتك يا رب العالمين، يغنينا بفضلك عن سواك. هذا هو مدخل الكوخ، من هو مدخل المنزل، بيدخل منه الدكتور من هذا. شوفوا روعة الأشجار اللي بزرعها حوالين منزله، الله يعطيه ألف عافية، وإن شاء الله رب العالمين كل واحد مشتهي يصير عنده مثل هذا المنزل وهذا
هذه الأشجار وهذه الأراضي التي يمتلكها هذا الرجل. طبعا كل إنسان بيطلع بتعبه وبشكاه. انظروا إلى هذه الأراضي التي حوالين هذا المنزل الذي يمتلكه هذا الدكتور. يعني صببت هذه الأرضيات وهذه الأحجار بدقة عالية وبدقة متناهية. ومدخل المنزل، انظروا إلى مدخل المنزل، منزله كبير جدا وأراضي حواليه كبيرة أيضا. شوف حتى الحجر الذي بني منه هذا السور الذي يلف هذا المنزل، يعني شيء راقي وروعة. احنا عم بنلف حوالين المنزل، حوالين الكوخ كما نقول عنه في لغتنا. انظروا إلى هذه الورود أيضا وهذه الأشجار، يعني جميع أنواع الأشجار، لوز وجوز وتين وصارو، يعني أشجار مثمرة وأشجار غير مثمرة يزرع حول المنزل. وأيضا هنا كمان بزرع فول وبزرع بامية وبزرع، يعني كل أنواع يعني كل ما تشتهي ستجده في هذا المنزل، في هذا الكوخ الجميل. هذا هو حوالين المنزل الذي نصوره معكم أيها السادة والحضور الكريم المميز دائما الذي يتابع قناة الإعلام عباد زيد. تابعوني على قناتي وما تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. واحنا عاملين حملة الوصول ل 4000 مشترك، وصلنا الحمد لله 3000 مشترك، ونحن الآن بصدد الوصول إلى 4000 مشترك إن شاء الله رب العالمين، بهبتكم ومساعدتكم ووقفتكم معي، وخاصة الملكة رانيا، مطبخ رانيا، وباشمهندس بدري، والأخ مهند علي، وأبو وعد، وحسناء الصحراء، وكثير من الناس المتابعين لي، والقنوات التي تتابع قناتي. شكرا لكم جزيلا. هذا هو المنزل، نصوره أيضا من زاوية أخرى. انظروا لهذه الواجهة من هنا، ما أجمل هذا البيت، ما أجمل هذا المنزل، هذا الكوخ المبني من الكربيد والحجر، كربيد والحجر، هندسة روعة، هندسيا روعة. طبعا كلفوا كثير، لا نعرف كم كلفوا، مليون، 2 مليون، ونص مليون، لا نعلم. طيب سيداتي وسادتي، شكرا لكم يا متابعيني، لا تنسوا الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس. وصلونا ل 4000 مشترك، والف شكر لحضراتكم، واترككم مع هذه المشاهد الجميلة من حوالين هذا الكوخ أو هذا المنزل الجميل في قرية عابود مدينة رام الله. وإلى اللقاء. شكرا لك يا دكتور، سمحت لنا نصور منزلك الجميل، الله يعطيك ألف عافية، بارك الله فيك، يخلف عليك قطر الله خيرك. هذا هو المنزل الذي يبنيه جنب الكوخ بتاعه، طابقين له ولولاده ولعياله، كل واحد بياخذ على قدر تعبه، ما حدا بياخذ اكثر من تعبه يا جماعه. وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
هذه بتعرفوها مدخلة أو مثل تكون يعني مدخلة تدفئة أو مدخلة أو حتى يعني بيعملوها زي فرن بطبخوا فيه صواري وبصواري وشغلات زي هيك. حبيت بس أنوه لهذا المكان الرائع الرائع بالفعل، إنه يعني شيء بالعقل يأخذ العقل. أشكركم جزيل الشكر أيها السادة، والحضور كان مميز، كل باسمه ولقبه، كلكم مذكورين. أشكركم جزيل الشكر يا جماعة، بارك الله فيكم، يسعدكم على حسن استماعكم وسعة صدركم. يلا إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.